الصمت والموت. ربما من أجل ذلك تلائم شواهد القبور مشاهد النهاية، حيث السكون الذي يوحي بالوصول، لكن الحب لا يموت. ليلى، أول حاجة كانت صوت الخبط، كان شبه الحلم. بيت مقفول بقاله سنين والعنكبوت معشش فيه. أنا خايفة. قلبها وقف ورجع تاني. حاسة إني تايهة. لازم تبقي واثقة إنك قد الاختبار ده عشان تقدري تعديه. مش ما بيصرخ الصبح والليل. هو يبقى في علامات معينة لو البيت مسكون؟ خدها وامشي من هنا. خليك عارف عارف. عشت ساعات موت كاملة. الحكايات بتفضل حكايات لحد ما نعرف أصلها ليه.